شوية، لكن هنروح دلوقتي معاكم لقصة أخرى. الهلال الأحمر المصري احتفل أيضا في دار الأوبرا المصرية بنجاح حملة العطاء بدمك التي انطلقت أيضا في شهر رمضان في هذا العام، وكان هدفها معالجة نقص أكياس الدم في 8 دول عربية من بينها مصر وفلسطين والأردن. تابع مع حضراتكم. نجاح غير مسبوق حققته حملة العطاء بدمك، والتي انطلقت في شهر رمضان المبارك هذا العام برعاية الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر الدولي، بهدف معالجة نقص أكياس الدم في 8 دول عربية من بينها مصر وفلسطين والأردن. الأمر الذي دعا الهلال الأحمر المصري إلى إقامة احتفالية كبرى بدار الأوبرا المصرية للاحتفال بنجاح الحملة على مدار الشهرين الماضيين بحضور عدد من الشخصيات العامة والسفراء والفنانين. العطاء بدمك دي حاجة مهمة جدا، البلد محتاجة دم للمستشفيات، محتاجة مشتقات، والرئيس نفسه بيتكلم على الموضوع ده، فكان لازم ان احنا كجمعية الهلال الأحمر نتكلم. هنتكلم مع مين؟ هنتكلم مع الشباب اللي يقدر يدي الدم ده. طبعا لازم يبقى آمن، فلازم عندنا تحاليل سليمة عشان نقدر نتأكد، عندنا طرق للحفظ سليمة، عندنا دكاترة يقدروا يوصلوا الدم لكل المحتاجين. وطبعا كانت فرصة جميلة جدا لينا ان احنا نشتغل في التبرع بالدم، وده طبعا احنا كأطباء عارفين أهمية الدم، عارفين أهمية مشتقات الدم وإنها لازم تتاخد من البلد نفسها يكون أحسن، وكمان علشان نوفر هذه المشتقات اللي حضرتك عارف أتمنى غالية جدا. مصر فيها 100 مليون، فيها على الأقل 30 مليون شاب ممكن يدي، فأنا تملي بقول لهم ادونا حتى مرتين في السنة، يوم عيد ميلادك ويوم جوازك، يوم عيد ميلادك ويوم تخرجك، يوم عيد ميلادك ويوم حلو تفكر فيه، تعالى ادينا دم. الدم ده هيجدد لك النخاع الشوكي، قصدي نخاع الدم، هيدي لك طاقة. كل الناس اللي اتبرعوا بالدم لقوا على مستوى العالم كله انهم ما بيجيلهمش ذبحة، اقل الناس بيجيلهم ذبحة صدرية، اقل الناس بيجيلهم اورام. معا لانقاذ انسان. بهذه الجملة بدأ الفنان المصري خالد النبوي كلمته عقب تنصيبه سفيرا لبنوك الدم التابعة للهلال الاحمر، كما شهد الاحتفال تنصيب الموسيقار العراقي نصير شمة سفيرا لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أنا عايز أقول للناس أنه مش مجرد تبرع بالدم، أنت بتستثمر، اسمه بنك الدم. يعني أنت لما بتحط كيس دم أو تتبرع بكيس دم، ده هيرجع لعيلتك، لأخوك، لبنتك، لواحد صاحبك، وبالتالي كمان لما حد هيتبرع هيرجع لك انت. ولو حصل أزمة ثقة وأنا دلوقتي متصدر الموضوع أكيد هيبقى عيب مني أنا، فلازم أكيد أحاول أبني هذه الثقة مع الناس كلها، كلنا مع بعض، علشان نقول لهم ده راجع لكم انتوا في الآخر، وإنه الدم بيتحلل مظبوط، وإنه مش هيبقى ملوث، وإنه حاجات كتير قوي. صحة مصر مهمة. فلا شك أن إعلاء قيم العطاء والإنسانية كان هدفا معنويا وأدبيا للحملة، فبغض النظر عن اللون والجنس والدين والعرق وكافة أشكال التمييز، فإن قطرة الدماء بإمكانها إنقاذ حياة إنسان. بكر الشرقاوي، أون لايف. مجهود محترم حقيقة الحملة، يعني وجودها كمان في الأوبرا، وأعتقد أنه أيضا رسالة للعالم كله أن احنا إيد واحدة، وعطائك بدمك ده شيء معنى بسيط جدا لفكرة انه احنا في الاول وفي الاخر هنبقى موجودين بدمنا في مصر وفي العالم العربي كله. يعني يمكن كان عجبني ان واحدة ضيوف اشار بشكل او قائمين على الحملة، يمكن اشارت انه ممكن في يوم عيد ميلادك، في يوم عيد جوازك، في يوم مناسبة خاصة ليك، يبقى جزء من احتفالك ان انت تتبرع بدمك، فبالتالي تبقى تجديد للدم وليها معنى. وهي الحقيقة يعني هي زاوية مختلفة وجديدة، يعني جزء برضو من الاحتفالية. يمكن ببركة تبرعك يبقى في بركة أيضا في احتفالك مهما كان. صحيح.